ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن وزير الصحة خالد أيت الطالب أنه من المرتقب حصول المملكة على الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا في مارس الحالي. وأكد أيت الطالب في تصريح لوكالة إيفي الإسبانية أن اللجنة العلمية المغربية وافقت على استخدام اللقاح الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا، وأن وزارة الصحة تعاقدت على شراء 1,000,000 جرعة من المنتج الروسي، وتابع أن الكمية المتعاقد عليها ستصل عبر دفعتين، الأولى في مارس الجاري والثانية في أبريل، لكن المواعيد النهائية مرتبطة بالتزامات روسيا بالتعاقدات مع الدول الأخرى. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.